زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه هذه جديده. عندنا واحد الخبر صار بالنسبه للمغاربه اللي كيبغيو الخير طبعا للمغاربه، وغادي نخليه بصراحه حتى الاخير هذه الحلقه لانه كاين بعض المعطيات كتقلق، فما يمكنش نختموا بالامور اللي كتقلق. كاين خبر زوين بخصوص قطاع ديال السجون، يعني هذا الخبر جينا من قطاع ديال السجون وغيكون هو الخاتمه لهذه الحلقه. غنبداو اليوم الحلقه ديالنا بواحد النقاش في غايه الاهميه وكيهمكم المغاربه بزاف، لحقاش بزاف كنهضروا على واقع التردي اللي كاين في الحياه السياسيه، الاقتصاد، المغاربه مساكن مشاكل مع الاداره، المعيشه، كل واحد ومشكلته اليوم في هذه البلاد، وكنناقشوا الاحزاب السياسيه والعزوف السياسي والسوالي. بنك المغرب الجوهري قال بانه كاين العزوف السياسي وهجم على الاحزاب، قال لك احزاب الزعتر ولا احزاب يعني الزمار حشكم يعني، وكنعتذر على هذه العباره هذه، فكل واحد واش كيهضر عليها. اليوم انا غنزومي على واقع اخر من اسباب يعني التردي، ولكن حنا ما كنبغيوش يعني مع كامل اشياء بحال السوالي بالك المغرب ولا كذا ما كنبغيوش نهضروا عليها. هذه الازمه اللي كنعيشوا اليوم كترتبط، ولا هذا النقاش كيرتبط بالزياره اللي دار المدير العام لمنظمة مراسلين بلا حدود، هاد الشخصية الدولية المهمة جدا جدا جدا، واللي مع كامل الأسف ما حضرتش بالعناية الكافية في الزيارة اللي دار المغرب، رغم أنه كما قلت شخصية مؤثرة دوليا ولها مكانتها المرموقة، والدليل على أن هذا السيد ملي كيزور أي دولة كيستقبلوه يعني كبار المسؤولين ديال الدول ورؤساء الحكومات، وكيستقبلوه وزراء. في المغرب الحبيب لم يستقبله لا وزير خارجية ولا رئيس حكومة ولا رئيس ديال المجلس الوطني للصحافة، ولا استقبله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولا ذاك السي شوقي بن يوب اللي ما عارفين مشى، وعدد من عباد، ولا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا فتعاملوا معه كأنه دخل شي نكرة، بحال اللي جا شي واحد زار هنا ما عنده حتى ثقل، ما عنده زعما، وغدا ملي كتوقع شي مشاكل كنبقاو نقولوا علاش دار هذا الموقف. المانيا جات مثلا ميركل، ما كنديروش يعني عدد من الخطوات الدبلوماسيه باش نربحوا الخوت، خصوصا حنا في واحد اللحظه مفصليه، خصوصا عندنا قضايا دوليه وكنحتاجوا للتأييد الدولي، وكنحتاجوا نجروا عندنا عباد الله ونقنعوا البوليزاريو ونقنعوا الاطراف ونبانوا حنا واحد يعني جنه ديمقراطيه، خاصه عندنا تحديات، فكنستعدوا عباد الله مجانا علاش الله اعلم. هاد السيد هذا المدير العام جاء لبلادنا ودار واحد التصريح. اولا كنشكره لانه جاء لبلادنا ما كيقاطعش المغرب. لاحظوا الخطوره، جاء للمغرب انه يقبل المغرب ويحترم المغرب، وشي واحد ملي كيجي عندك بمعنى قبل عليك، بمعنى انه كيبغيك، بانه رضى بك. حنا نبسطوا النقاش، شي واحد ما كيجيش عندك ما يحملش كاع يجي عندك ولا كذا رافضك، فهو من جا للدوله المغربيه في انه يؤمن بالدوله المغربيه وكيؤمن بالمؤسسات ديالها، ومطمئن ما غير تقتل ما غير تضرب ما والو، سكيبي عنده واحد النظره ايجابيه. اذا هاد الناس اللي ما انتبهوش لهاد النقطه هادي، منين جا بداو عباد الله كيتكاو عليه، تكا عليه السي لا ماب، وغنستعمل هذا المصطلح ديال تكا عليه باش كنوصلوا بعض الحوايج، تكرفص عليه السي التامك المدير العام لاداره السجون، وواحد الزميل صحفي حتى هو ديالنا دار حتى هو واحد المقال، ماشي مشكل يكتب، وحنا ما نصادروش الحريه ديال التعبير والراي لاننا حنا من الضحايا ديالها وكنناصروها، ولكن تنقولوا للزملاء كيفاش تكتب انك تغلط الناس وحنا باغيين نبنيو بلاد وكنتشكاو وتنشر وعي غير حقيقي بخصوص واحد النقطه جوهريه هنا المغاربه غنناقشها معكم كتهم الصلاحيات ديال الملك محمد السادس. اذا هذا السيد هذا جا وقال له يا جلاله الملك راه توقع واحد الكارثه، بغيناك تفرج لنا على واحد السيد اللي هو صحفي زميلنا. ما جاش قال الملك فرج على كذا، ولا قال له امينه حيدر، ولا دخل في الشؤون الداخليه ديال النيابه العامه، ولا دخل في قضاء التحقيق، ولا هضر على السجناء في المغرب، ولا هضر على التفاوت الطبقي، ولا هضر على مؤسسه القضاء، ولا قال له يا جلاله الملك هذا ملهم في براك، وهذا مسياس، وهذا مخدوع، ولا استقلاليه لك، وان لا جا وقال كلمه بسيطه، يا جلاله الملك هذا واحد الصحفي بغيناك يعني تخرجوا، واش هادي عيب المغاربه؟ خرجوا له عباد الله سوى انه تدخل في القضاء، وانه مس بسياده القضاء، وانه تدخل في هذا السي تامك وجاي نعم سيدي الوكاله ديال الانباء، عفوا الوكاله المغربيه للانباء كتنشر التصريح ديال السي تامك كما كتنشر واحد التصريح ديال واحد الناس ولا عدد من الناس، دارت واحد التغطيه مشاو تلاقوا سفراء اجانب، سفراء دول اجنبيه، على واش تلاقاهم باش يناقشوا معهم ملفات مغربيه،
معروضة على قضاء المغربي. شوفوا وصلنا المغاربة. فغنبدا بعدا بهذ الحوايج اللي هم مترابطين واللي عندهم علاقة كذلك، حتى الحلقة عندها علاقة حتى بداك التصريح اللي قال السي عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب بصفته كشخصية عمومية سامية، قال الأحزاب ديال الزعتر وأحزاب ديال الزمر والبلاد كأحمل المسؤولية الأحزابية المسؤولة على هذا الواقع هذا، ودول ما يناقشوا. ما بقاتش الناس تثق، وهذا هو المشكل الأساسي. دابا لما تشوف هذا المشكل هذا هو مشكل الثقة. كيف الناس ما بقاتش تثق؟ الناس ما بقاتش تثق فينا، الناس ما بقاتش تثق في هذه الأحزاب ولا هذا الباكوات ذاته. اسمحوا لي تنزول الباكور والزعتر. وانا اليوم غنقول للسي الوالي بنك المغرب عن طريق السي تامك وعن طريق الزملاء الصحفي ان الازمه ما مسؤولش عليها الاحزاب فقط، مسؤول عليها نتوما السي والي بنك المغرب، ومسؤول عليها الاداري، ومسؤول عليها الوالي، ومسؤول عليها العامل، ومسؤول عليها الاحزاب السياسيه، ومسؤول عليها الصحفي، ومسؤول عليها المواطن المغربي. اليوم خصنا قراءه موضوعيه للواقع المغربي. اخطر ما كاين في المغرب هو كل واحد كيدير قراءه متطرفه بما يخدم مصالحه او مصالح من اوعز له بقول ما قال. نبداو بالصحفي. دابا هاد الصحفي اش قال عباد الله، عافاكم المغاربه لا ما بغيت شويه ديال التركيز. قال لك سيدي ليست لدى الملك اي وسيله كيجاوب هذاك المدير العام اللي قال الملك يخرج هذا السيد سليمان. لاحظوا هذا السيد هذا تعرفش سيعصف وسيحرم وسيعدم صلاحيات الملك. ليس هذا السيد هذا صحفي مشهور ما بغيش نسميه باش كان شهر وراه معروف كياخذ 2000 درهم من عند دوزين باش يوري المغاربه ويحل لهم مشاكلهم، ومعروف كذلك بانه مثار جدل على اكثر من صعيد، وكان حضر ودكتور يعني كيوجد الدكتوره في القانون على ما قال، وحضر في شي اطروحه ديال شي انه كاطروحه وكان مثار جدل وانه كيفهم في القانون بزاف. قالك ليست لدى الملك اي وسيله قانونيه للتدخل قصد متابعه احدهم في حاله صراح او في حاله اعتقال، فقد يطلب منه المتهم صراحا أو تطلب الضحايا المتابعة في حالة اعتقال، وفي الحالتين معا الأمر مطروق للاختصاص الحصري للقضاة وليست فيه مشاركة ملكية أو الصلاحيات، وللملك صلاحية واحدة هي إيقاف المتابعة ودخل اختصاص الملك هو اللي كيعرف الملك شخص يدير وشنو مخصوش يدير، وللملك صلاحية واحدة ولا أكثر من المشرع. دابا هو هنا للملك صلاحية واحدة هي إيقاف المتابعة من خلال مسطرة العفو. قالك الملك عنده صلاحية واحدة ما عندوش جوج، هو يوقف يخرج واحد السيد يوقف مسطرة عن طريق صلاحية العفو. وسمعوا الخطورة اللي يقول دابا، قالك لكن الملك استدراك، لكن الملك الذي ينيط به الدستور ضمان حقوق المواطنين كما حريتهم لا يمكنه تفعيل اختصاص من هذا النوع في نزاع قضائي بين الخواص. الله أكبر الله أكبر. وهو إن فعل ذلك يكون بصدد اسمعوا هذا ايش يقول، وهو إن فعل ذلك يكون بصدد تجاوز أن الملك تجاوز قواعد الإنصاف وتساوي الأوضاع القانونية للمواطنين أمام القضاء. قبل ما نعلق على هذه الهضرة هذه اللي يقول أقسم لكم بالله العلي العظيم، أنا حلفت ثلاثة المرات وتسمحوا لي أن استعمل هذا الأسلوب حتى الأسلوب كينفع مع شيء بعضهم، أقسم لكم بالله العلي العظيم وأقسم لكم بالله العلي العظيم شي الملك إلا دار هذا الشيء ضد هذا السيد هذا وعدد يخرجوا التفاتة مولوية الملك ينصف كذا الملك هذا هو أخطر مكان في القصة. هذا موقف والشيء إلا دار الملك موقف وخرج سليمان عاد لقى موقف، وهذا هو المغرب الذي نريد، هذا استثناء المغربي، هذا هو هو. واخا دابا غنناقشوا بشكل قانوني هذا السيد في هذا الكلام اللي غير دستوري وغير قانوني وغير سياسي وما عرفش كيقول. ليست لدى الملك اي قال لك وللملك صلاحيه واحده هي ايقاف المتابعه من خلال مسطره العفو، باش الناس نقربوهم الصوره. وهذا السيد ربما نقرب له لانه ربما عنده لبس في هذه العمليه. داخل المحاكم كاين جوج انواع ديال الدعاوى في المسائل الجنائيه. كاينه بون حتى ماشي نقولوا غير في حتى ولكن اللي كيهمنا في هذا الموضوع اللي كيهمنا كاينه الدعوه العموميه وكاين الدعوه المدنيه التابعه. مزيان الدعوه العموميه شكون هما الاطراف ديالها؟ عندها جوج. الدعوه العموميه تيكون الطرف ديالها المتهم والطرف الثاني هو النيابه العامه. هنا ما عندناش الطرف المدني اللي كيطالب بالحق المدني. الدعوه العموميه فيها جوج، اما النيابه العامه اللي هي كتمثل الحق العام، انا مشيت قتلت واحد السيد، انا سرقت واحد البنكه، منين كنسرق شنو كندير؟ هذيك البنكه اللي هي كذا ضريتها اديتها اذا خصني نعوضها ولا كذا،
وجانب ثاني شنو درت ودريت مول البنكه ودريت المغاربه كلهم. علاش؟ خلقت الفزع ومسيت بالسكينه والطمانينه. تخلعوا سارقات كذا، اذا ضروا النيابه العامه هي اللي كتمثل الحق العام. اذا الدعوه العموميه فيها جوج اطراف، فيها المتهم وفيها النيابه العامه، وكيل الملك او الوكيل العام. كاينه دعوه تابعه كتسمى الدعوه المدنيه. هذه الدعوه المدنيه شكون الاطراف ديالها؟ فيها المتهم وفيها المتضرر الذي تضرر من فعل المتهم. اذا هادو جوج. الملك فيك يتدخل عباد الله، هذا السيد هذا باش يبقى يفهم اش كيقول ويعرف اش كيدير. الملك هو اولا من ناحيه دستوريه، فصل 42 من الدستور، هو رئيس الدوله. هو رئيس الدولة. ما معنى رئيس الدولة؟ رئيس الدولة بمختلف مؤسساتها. ما قالوش الدستور يا ملك البلاد انت رئيس الدولة باستثناء القضاء، هذوك القضاة عايشين في جزيرة بوحدهم ما عندكش حق تدخل فيهم. لا، رئيس الدولة ما معنى رئيس، هو اللي كيرأس الدولة، ضامن لدوام الدولة واستمرارها. نفترضوا سيدي هذه المتابعات سليمان، الدولة ما غتستمرش وغتريب وغتنوض ببالها والفتنة وكذا، نفترضوا. وهاد الصلاحية ديال ضامن انا اللي كنضمن دوام الدولة واستمرارها. بان لي هذه المتابعة سوق خاوي، عتبلبلني، مع نخسر القيطات في الصحراء، عيولي عندي اسبانيا. الا درت حبست المتابعه مع سليمان غنكسب تأييد شعبي، غندخل المجتمع الحقوقي، الربح. الملك بانت له هذا الربح، شكون انت اللي غتقول له ما تدخلش؟ ما عندكش اختصاص، شكون هذا القاضي اللي غيقدر يقول للملك ما تدخلش؟ الملك لح ولا دار الملك دخل دابا وحبس سليمان؟ علاه الملك انا خالف الدستور؟ وعنده المدخل، هو الفصل 42، رئيس الدوله، ضامن دوام الدوله واستمرارها. واخا غنمشي معاك في مسالتين ثانيه. الملك شنو كيمثل؟ كيمثل المغاربه، كيمثل الحق العام. اول ممثل للحق العام هو الملك، قبل من عبد النبوي، عفوا قبل من الحسن الداكي رئيس النيابه العامه. اذا ورئيس رئيس الحسن الداكي شكون هو؟ هو الملك. علاش كل اللي عين الحسن الداكي عينوا الملك؟ والنيابه العامه هي سلطه رئاسيه تسلسليه كتشتغل بالكتاب بالتعليمات الكتابيه. له الملك الا بغى الديوان الملكي يرسل لرئيس النيابه العامه تعليمات كتابيه ولا شفويه كما اعطيني الحائل الدستوري، شكون اللي كيمنع الملك بصفته كرئيس المجلس على السلطه القضائيه؟ مادام الحسن الداكي راه كيصيفط، يمكن يعطي تعليمات دابا الحسن الداكي الوكيل العام بن سامي، يقول له نهار الجلسه ما تعارضوش الملتمس، يقول له نهار الجلسه طلبوا كذا اللي بغيت. ما عندوش حق في واحد القضيه، ان النيابه العامه ما كتخلاش على الدعوه، هذه متفق، ولكن من يمكن له في اطار يوجه اللي يبغى. يمكن النيابه العامه لابان لها مصلحه، مصلحة في شي حاجة يمكن ترفع يمكن تزيد. إذا بأي حق غتكون أنت رئيس الدولة ما تدخلش؟ هو رئيس وكيعينه. الملك هو رئيس السلطة التشريعية، كيف تفتح الدورة ديال البرلمان. الملك إلى البرلمان دار واحد القانون كاع وضروري خصو يمشي للقصر ذاك القانون، والملك يرفض، يقول لهم عاودوه إلى بان له ذاك القانون كيمس مصالح البلاد وما خدامش مزيان. الملك رئيس الجهاز التنفيذي، وراه قالها السي بن كيران وقالها السي العثماني، وكيدخل في الحكومة وكيدخل في المشاريع وكيدخل في المطارات وكيدخل في كل شيء. إذا هذا دستوريا ماشي كيخالف الدستور، الدستور ده اعطيه هذه الصلاحيات باعتباره رئيس الدوله. باي حق دابا تجي وتقول بان الملك ما عندوش الحق ديال هذه؟ دابا راه باقا غادي وحده بوحده. من ناحيه اخرى باش نجيو غنمشيو للظاهر، انا نعطيك باش 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 نحسموا هذا النقاش. هذا الظهير المنظم لظهير شريف ياك رقم هكذا بشان العفو، شنو كيقول لك هذا الظهير؟ الفصل ديالو الرابع لا يشمل العفو، لا يشمل العفو اللي كيدير الملك الغرامات الصادره بطلب من الاداره العموميه والمصاريف العدليه والعقوبات التاديبيه الصادره عن المنظمات المهنيه. اذا الملك كيعفو على واحد السيد كيحبس المتابعه ولا يخرجوا اثناء المتابعه ولا يكون عنده مشكل مع الاداره ولا مع المطالب المدني ولا مع اي شخص. كيهضر الملك في يعني الدعوه العموميه ماشي في الحقوق ديال الغير ذاك المطالب المدني، نو كيهضر باعتبار الملك كيمثل الحق العام وباعتباره كيمثل المصلحه العليا والمصلحه العامه، والمصلحه العامه من كتلقى مع المصلحه الخاصه دائما كنتصل المصلحه العامه. بغينا ندوزوا الطريق من هنا، هذا السيد عنده ارضه وهاد جوج كيدابزوا، نفترضوا سيدي هاد الارض كيدابز عليها هاد الخواص وهاد الخواص كيما والملف معروض على القضاء، وجات نعم سيدي الدوله وبان ليها انا ندوز الطريق من تما لمصلحه البلاد، وهذوك الناس كاملين غتاخذ لهم الارض ولكن راه ما غيضيعوش، غيمشيو يتعوضوا المصلحه العليا. المصلحة الخاصة تدوب في المصلحة العامة. اليوم جبتوا لنا فلسفة جديدة أن الخواص ولاو كيغلوا يد الملك، أن الخواص يغلون ويقيدون ويحاصرون صلاحية الملك. لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارة العمومية، كتبقى
واخا داك الغرامات اللي عند الاداره العموميه خصك تخلصها، واخا يجيك العفو من عند الملك. الفصل الخامس، لا يجري العفو على تدابير الامن العينيه. جاك العفو سيدي عندك تدابير امنيه، شنو هي تدابير امنيه عينيه؟ مثلا السيد كاين واحد التدبير ديال ما يغيرش واحد المكان ما يتحركش من واحد البلاصه، كاينه حكم مثلا على انه من الجريمه دارت في واحد البيت ولا في واحد الغرفه ومسدوده، خاص يبقى مسدوده. مثلا ان شي 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 ادوات محصله من الجريمه عينيه ما عندها علاقه بالعفو، العفو في المتابعه ولا في الحبس ولا في كذا. وفيما يخص المصادره فانه او فيما يخص المصادره فان العفو لا يجري كذلك الاشياء المصادره التي بشر توزيعها. مثلا واحد السيد دار جريمه وصادرنا له عدد من الاشياء وتوزعت وكذا في حكم، ما فيهاش العفو. اذا اعفي احد من اداء غرامه في حاله الاجبار بالسجن فان هذا الاعفاء يكون مش ان يخفض مده السجن. الفصل السابع، واسمع الاستاذ، اسمع مزيان باش هذه المره تبقى تعرف شنو كتكتب. الفصل السابع اش كيقول لك؟ لا يلحق العفو في اي حال من الاحوال ضررا بحقوق الغير. العفو اللي كيعطيه الملك، العفو ديالو الخاص، ما كيلحق حتى ضرر بضرور الغير. دوك الاطراف اللي كيتنازعوا، دوك اللي سميتيهم انت الخواص، الملك ما كيصدر عفو، ما كيلحقش، حبس ما كيضرش. سير سيدي لان المطالب المدني شنو هو؟ شنو فين كيناقش؟ كيناقش في الفعل الجرمي، كيناقش في الضرر اللي عنده كيشرحه، وكيناقش العلاقه السببيه ما بين الفعل الجرمي وما بين الضرر. هذا هو اللي كيناقش. ما كيناقش حتى الحبس كتناقشوا النيابه العامه. هذه الامور، اذا الدعوه العموميه اللي قلنا الطرف ديالها المتابع، الطرف العلوي فيها النيابه العامه واللي فيه المتابع، لا محل للمطالب بالحق المدني. هذا العفو انا قريت لك باش ما نبقاوش عاد نشاهدوا بزاف. لا يلحق العفو في اي حال من الاحوال ضرر بالغير. هذوك الخواص من الملك ما كيضرهمش. سير سيدي عبد سليمان طلب الفلوس 30 مليون 40 مليون، ما الملك ما كيدخل لك، ما يحرمك، تابعوا. ويلا جا الاكراه يجي يدوز اكراه، لان العفو واخا تكون عندك 50 في هذه العقوبه وعندك 4 سنين في عقوبه اخرى، الا صدر لك العفو في الخمسه ما كتخرج. شحال من مره كان بنادم في الحبس كيجي يعفو ملكي وما كيخرج، عند كتشدو شي تهمه اخرى. العفو معني بالفعل اولا بواحد التهمه معينه اولا بواحد، الا لا جاك عفو فيهم بجوج. اذا نتمنى هذه الفكره هذه تكون واضحه ونزلو حتى للواقع. دابا منين كانوا دوك المتهمين ديال فرنسا هرسوا ولعبوا ديال الماتش ديال الكره، اعتقد الرجاء او الوداد، ما يسميه بالخميس الاسود، وجاو المحكمه والدفاع ديالهم كيطالب بالمتابعه حال الصراحه، كيرفض السيد قاضي التحقيق وكترفض النيابه العامه. الملك كان في عطله في فرنسا 2013 وغيعيط لمصطفى الرميد او لا كتابه وغيعطي امر دوك الناس يخرجوا بحالات، وكاين المطالبين بالحق المدني وكاين قهاوي مهرسين وكاين نزاع بين الخواص، و وخرجوا دوك عباد الله من الحبس في الوقت اللي كانت كترفض قاضي التحقيق وكترفض النيابه العامه. وكان لي موقف في ابانه، قلت بان الملك انذاك السلوك ديالو ما فيه حتى شي مخالفه دستوريه، في الوقت اللي كانوا بعض الزملاء معايا تيقول لك لا راه الملك تدخل في شان قضاء عباد الله، لم يتدخل. خلي واحد الدوله اللي بغيتوا توصلوها ديال القضاء، نو كنهضروا بالدستور. واش عندنا دابا؟ الملك رئيس المجلس على القضاء، عنده الحق يعفو عليك باقي بحال شدوك البوليس، عندك العفو يعفو عليك وانت عند قاضي التحقيق، وانت خديتي حكم مؤقت، وانت في جميع مراحل الدعوه. الملك يتدخل في اي شيء، ماشي التدخل بذاك المفهوم السلبي، هو رئيس القضاء. إذا الملك يحق له دابا يحبس سليمان، وهذاك الشخص اللي كيقول سليمان كيبقى متابع دعوة ديالو المدنية وحقوقه كتبقى مضمونة، ولا يمس بأي حال من الأحوال وفقا للفصل السابع من الظاهر المنظم العفو أي حق من حقوق ديال ذاك الشخص اللي كيقدم راسه على أنه متضرر. غنختم هذه الفكرة وكنقول للسي هذا الصحفي، رجاء أنا الأستاذ، رجاء أنا رأفة في هذه البلاد، رأفه بهذه البلاد، بركه باش نغطيو الشمس بالغربال ونزيدوا يعني الطينه باللتان. بارتباط بنفس الموضوع دائما ديال المدير العام السي التامك، هاد السي التامك قال لك بان هاد السيد اللي هو المدير العام ديال مراسم بلا حدود مس الدوله ومس القضاء وكيدخلوا وكذا 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 وكانه زعما ما عرف كيف وهزات. انا بغيت نسول السي التامك عاش من صفه كتهضر في لاماب، شنو هي الصفه ديالك؟ مدير عام، انت مواطن، علاش هاد المواطنين المغاربه ما تيكتبوش؟ انت اللي كتكتب، واش انت زايده فيك لا دوز الوطنيه اكثر منا ولا؟ علاش ما يكتبش مقال عاوتاني سي الحموشي حتى هو ونصيفطوه لاماب، ويدير لنا سي حسن الداكي حتى هو مقال يدافع على الوطن وعلى استقلاليه القضاء، ويدير لنا مقال عاوتاني شوقي بن يوب، ومقال يديروا ذاك ديال الدرك الملكي، ومقال يكتبوا لنا عاوتاني ياك حتى هما مواطنين، سي الحموشي مواطن، سي شكون الاخر هذا رئيس الحكومه تو يدير مقال ولا ما تجاوبوا. علاش دابا بغيت غنفهم، عندي اسئله ليك السي تامك. السؤال الاول، اذا كنت عندك الحرص على الوطن وكتدافع انت
خص يكون عندك دائما. علاش بنتي مؤخرا من تعتقلوا لي فلوتي تكتب؟ وانا اللي كنعرفوا مناضل وكيكتب على البلاد وكيدافع على المؤسسات صواب صيفطوا المسؤوليه، خص يكون ديما. حنا عندنا حاله طارئه، عاد وليتي شنو وقع لك؟ شنو وقع لك؟ الناس الجذور ديالهم وطنيين، جذورهم عائلاتهم بواتهم الوطنيه، عادهم كيحمقوا على المغرب ما تيكتبوش. انت البارح كنتي ضد المغرب ومع البوليزاريو، كيفاش واش فتينا بالوطنيه ولا واش دقيتي شي شوكه اكثر منا ولا ما فهمتش؟ ها واحد اللحظه وليتي وطني وانت جيتي من البوليزاريو، يعني كان عقليه البوليزاريو، وليتي دابا كتحرجنا ولينا كنبانو حنايا كما الوطنيه ديالنا المغرب. ما تيكتبوش هاد المسؤولين ديال المغرب. اليوم جاوبتي منصف المرزوقي اللي هضر كتشقمو، جاوبتي منصف المرزوقي، جاوبتي امريكا في مجلس الامن، خرجتي ولا ماب ويلي ويلي، جاوب امريكا، جاوب منصف المرزوقي، جاوبتي بوب الزفزافي، جاوبتي خولو ديال هضرات كتشقمها مرت ريسوني، جاوب مراسلين بلا حدود كتجاوبو. مين كيفاش كتجاوب؟ واش حنا دوله ما عندناش ناطق رسمي باسم الحكومه؟ الا كان هاد السيد قاسمس فين هو الناس اللي كي، واش هذا ماشي اشكال عميق؟ فين هو الناطق الرسمي باسم الحكومه؟ فين هو وزير الخارجيه؟ فين هو رئيس مجلس على الصحافه؟ فين هو شكون هذا ديال البرلمان؟ فين مجلس على القضاء؟ منين دار بلاغ ضد المعطي منجيب؟ الا كان السلطه القضائيه تقاست، وعلاش مجلس على القضاء ديك المره دار بلاغ ضد منجيب ويدير بلاغ ضد المدير العام ديال المراسلون؟ ايوا دابا باي صفه انت السيد تامك كتوزع الاتهامات ديال يعني كتنتحل الصفه ديال النيابه العامه، كتوزع التهم وكتواجه وكتنتحل الصفه ديال المخابرات، كتقول هادو شعدهم وها كيفاش كتنتحل دابا الصفه عاوتاني ديال 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 الحكومه. انت غير واحد القطاع مديريه تابعه لرئاسه الحكومه، انت تحت السلطه ديال رئيس الحكومه، كتجاوب بلاصه رئيس الحكومه وكتجاوب بلاصه النيابه العامه وبلاصه المخابرات وكتجاوب البرلماني البي جي ديال هضر كتخرج له ببلاغ. واش هذا امر سهل للمغاربه؟ وكنهضر مع الناس اللي كيحكموا البلاد واللي كنحتارموهم، واش هذا كيبان لكم وضع صحي ووضع عادي يا المغرب؟ عندنا دستور وعندنا صلاحيات وعندنا ناطق رسمي باسم الحكومه وعندنا اليوم عندنا مسؤول اداري هو سجال وظيفته هكا كينفذ الاوامر والمقررات القضائيه. خصو شنو كيدير هو؟ عنده اربعه الناس، اما عنده اما واحد خصو يسلمو جنائيا داك اللي مطلوب دوليا بحال دوك الاجانب، اما عنده واحد الشخص كيدوز الاجبار في السجن او الاكراه البدني، اما عنده شخص معتقل احتياطي، اما عنده شخص كينفذ عقوبه سلامه. اربعه هاد الناس خصو يدير لهم يشدهم ويعطيهم بلايصات ويحفظ سلامتهم وامنهم ويوكلهم ويحافظ على الصوره الحقوقيه ديال الدوله ويحد لينا من حاله العود. خصو يساهم. اليوم في عهدك السيد تامك واش المجرمين كيتزادوا ولا كينقصوا؟ عطينا نتيجتك في هذا المستوى وانتما موصولك ماشي رجلك، تعرف داك التراب ديال رجلك الا لقيت المجرمين نقصوا. ها الوطني فين غتبين علينا؟ واش الموظفين في عهدك تزاد لهم لي سالير؟ واش الموظفين غنشوفوا شحال موظف مات في عهدك؟ غنشوفوا شحال من سجن تحرق في عهدك؟ غنشوفوا شحال من حالات انتحار ديال السجناء في عهدك؟ شحال موظف انتحر في عهدك؟ واش كورونا عندك تماسوا الموظفين؟ هذا هو حصيلتك. اما تدافع لك واما اللي يدافعوا الفرق والصحراء عندهم اللي يدافع عليه، القضاء عنده اللي يدافع عليه، وقطاعك واش تناجح فيه؟ هذيك الموظفه اللي خرجتي اللي مسكينه درتو لها كذا، واش شنو هذيك؟ وغتجي غدافع في كذا وغدافع على نقطه اخرى. علاش ما يدارش تعديل دستوري التامك ناطق رسمي باسم القضاء المغربي وباسم مخابرات وباسم وحنا ما نهضروش معاك، ديروا لنا تعديل دستوري، عينوا لنا الصفه ديالو، عينوه كمواطن. دابا هذا الاشكال اللي اليوم كنعصفوا بالدوله وكتشي دابا كيدور الدوله، واش دابا هذا الشخص زعما عن طريقه هذا الشيء دابا راه كيدور البلاد؟ انا كنهضر مع الناس اللي كيبغيو المغرب والمسؤولين ديال الدوله الكبار، وكاينين كاينين وسط الدوله المغربيه المسؤولين الله يعمرهم الدار، وانا مأكد مساكن ما عجبهمش هذا الشيء، ولكن ما نعرف شنو هذا الشيء. دابا كتجاوب انت مراسل بلا حدود وعاد تجاوب خلود من مراسل بلا حدود، وتجاوب خلود وتجاوب البي جي دي وتجاوب الامم المتحده وتجاوب غدا عزرين وتجاوب وتحاوكلنا غير السجناء مزيان ونقصنا من حالات العود السجناء وحافظنا على السجناء. والبصول كما قلت لك ماشي الوطنيه ديك السيك، عرفتي شنو هذاك هو مهمتك؟ نجح في هذا الشيء تاك الموظفين خدامين مساكن بكذا موظفين. نتمنى بالصوره تكون وضحت. نقطه اخرى عندها علاقه بلا ماب. دابا لا ماب هي واحد الوكاله ديال الانباء يعني رسميه ديال الدوله المغربيه. فين هي المهنيه؟ وفين هو احترام المهنه؟ وفين هي التوازن؟ التوازن هذه قريناها ابجديات. من كتجي انتيا وكديري مثلا التغطيه ديال واحد الناس مشاو تلاقاو باجانب وتلقاو كذا، علاش ما تعيطيش للدفاع؟ عيط التصحف يمكن يكون عندك خبر كتعيط للطرف الاخر. سليمان عائلته مرته دفاعه عطي واحد الماده قال هذا والجامعه هذا وكيف تروا هذا؟ كتجي انت كتنشر روايه واحده
واش ما وليتيش طرف الدعوه دابا اللي قدام المحكمه؟ واش ما فقدتيش مصداقيتكم ووضوعك وحيادك وواجبك ورسالتك كمهنه؟ اسي ملي كنوصل لهذا المستوى كنشوفوا الدوله كتاكل العصا قدامنا باش نصفيو الحساب مع فلان ولا فلان، وكاع داك اللي اكتسبناه وداك المكتسبات. هادشي المغاربه حنا كندافعوا على وطن يكون فيه احترام القواعد الحقوق. وناقشوني هنا واش كيعجبكم هادشي اللي كيوقع الساده المسؤولين المحترمين؟ تجي لا ما بقى تغطي علاقة دائما بهذا الملف ديال هذا الاخوان هادو اللي عدد من الناس اللي ملفات معروضه على القضاء ومشاو تلاقاو الممثلين الاجانب السفراء. واش هذا ماشي استقواء بالاجنبي؟ البارح كتقولوا لهم لا ومشيتوا مراسلين بلا حدود استقواء بالاجنبي وهيومان رايتس استقواء بالاجنبي. منظمات مراسلين بلا حدود وهيومان رايتس وشو امنيستي هذه وظيفتها منظمات غير حكوميه وظيفتها هادشي حقوق الانسان وكذا. وانت مشيتي عند ممثل ديال دوله اجنبيه ما مشيتي عند جهه رسميه مشيتي عند الحكومه. هذاك راه مشى عند منظمه غير حكوميه ووظيفتها تما. ملي كتلقى السفير واش ما كتطعنش القضاء المغربي؟ دابا السي تام كاش كتقول في هذا الشيء؟ هذو اللي تلقاو الاجانب واش كتقول السي مول المقال بالك عام ولات مناضله يمسوا القضاء المغربي وهذو اللي استقبلوا الممثلين الاجانب وفي ميت معروض على القضاء واش كنثيقوا بالقضاء هنايا؟ ملي كنتلقاو وحنا كنقولوا كنواجهوا المانيا وكنواجهوا اسبانيا بخلفياتياش او بوازعياش او بدافعياش السياده المغربيه. ملي كتلقى واش ما كيبانش انا كنضحكوا عليه ملي كنتلقى واحد الممثلين اجانب. النقطه الثانيه هاد الناس بعد المشتكيات او المشتكون اللي كيتلاقاو الممثلين الاجانب وكيديروا ندوات صحفيه علاش في المحكمات ما تيبغيوش يجيو؟ ازمه نفسيه هي كتقول لك حاله نفسيه. عندهم قدره يتلاقاو السفير ويعاودوا واش وقع واش وقع واش وقع وعندهم حق عندهم القدره يجيو الندوه الصحفيه ويقولوا ها شو وقع اش وقع اش وقع حتى قدام القاضي عاد كتولي حاله نفسيه واعطاب نفسيه وكاين مشكل نفسي. واش انا راه بغيت انا راه كيضر لي راسي. واش يمكن لك تتهمني بواحد الفعل جرمي تقولي درتي لي ومن جهه القضاء تقولي ما قدرتش نجي اش وجهني قدام القاضي؟ علاش خايف من المواجهه؟ علاش قدام القاضي انت معتدى عليك انت غير مجني عليك انت غير كذا جي قدام الراي العام وقولوا دارتي لي ودرتي لي وواجهوا باسئلته كاينش حاله نفسيه ما جاي درتي لي ودرتي وحنا معاك انا معاك انا من النهار الاول بدا هذا المنفاش ما عمري ما قلت هذاك الشخص اللي بدا عيب سليمان ولا اللي ديال توفيق عمري ما قلت مشوش للقضاء وحقه مفبركين لا من حقهم انا باقي كنقولها من حق المشتكي بسليمان يمشي للقضاء ومن حق ديال توفيق يمشي للقضاء ومن حق عمر راضي ديك البنت تمشي للقضاء انا معاها وما نقبلش شي واحد يعتدي على هاد عباد الله. ولكن كنا كنناقشوا في الاجراءات الجنائيه قالها معيبه قالها معيبه وما راكباش. ولكن عاوتاني سمحونا حنا نبغيكم تجيو للمحاكم ونناصروكم. والمحاميه مريم الادريسي تلاقيتها في المحكمه هي شاهده انا كنقول فيديو قلت لها اعطيني التليفون ديال ديك البنت اللي كتقول عمر واعطيني التليفون قلت لها ديال سليمان الرسولي داك السيد قلت لها انا الموكلين ديالك بغيت ندير معاهم حلقه. قالت لي واخا هما شاهده مم خلود وشاهده زملاء صحفيين كانوا حاضرين وقلت لها قدامها استاذه سميتها مريم جمال الادريسي قلت لها استاذه جيبي لنا دوك الناس نتصولوهم جيبهم موقع بديل وانا كنوجه دعوه ما عنديش تليفوناتهم تعالوا نناقشوا معاكم. حنا نناقشوا في اللي فيه الخير البال حنا ما نحملوا حتى شي واحد يكون ظالم. اذا حنا الاخوان بغينا غير انسان يكون صادق انسان يكون معقول من اجل البلاد. راه هذا الشيء اللي دار الاستاذ التامك وهذه الخرجات ديالو راه كتضر البلاد وكتضر مصلحه الوطن راه كتضر. راه شحال راه الحسن الثاني الله يرحمه واحد الوقت جلس استفتاء الصحراء وبان له في ديك اللحظه مزيانه وقال له السي عبد الرحيم بوعبيد راه هذا القرار ديالك السي جلالة الملك راه كيدور البلاد. مشى الحسن بوعبيد مسكين الحبس ودارت الايام وبان بوعبيد عنده الحق. كيما اليوم حنا كنقولوا هذا الشيء اللي كيوقع راه كيدور البلاد المغاربه راه كاين ممارسات تضر الوطن. يمكن الامن يمكن تربحوا الخوف وراه الخوف راه الخوف راه جريمه. لا كان شي واحد كيسعى يخلع المغاربه بهذه السياسات راه واش ما كاينش زرع الفزع وسط الناس. اليوم المغاربه خايفين كلشي خايف الصحفيين خايفين الحقوقيين خايفين علاقات وعلاقات بغيت ندخل معكم في شي تفاصيل المغاربه انا والناس كلشي تاع العلاقات كلشي تخصو قراص وعلاقات جمدت محامون حقوقيين كلشي كيولي كيموت بالخلعه. دخلنا الى لحظه الخوف لحظه الرعب وربما هذا الخوف ما كانش حتى في عهد فرنسا وفي عهد الاستعمار. رجل الاعمال خايف المحامي خايف الصحفي خايف وبنادم ما يقدرش يبارطاجي حتى صوره ما يقدر يكتب حتى تدوينه. ولكن المجتمع الخائف واش هو مجتمع؟ شكون اللي عاجبه هذا الوضع؟ لفائده من هذا الخوف؟ الرعب شبك شبك الرعب الرعب الخلعه حتى ملي كتشوف كيفاش كيتعزل بنادم هذا دبابه هذا كذا. ودابا انت السي تامك دابا وكيقول لك دابا هذا الصح يهضر على الدبابه باش نحترمك بالك عام ولا سنين بلا حدود استقلال القضاء يهضر على الدبابه كيفاش انا صحفي تلسين بدبابه
وغتعطى عربون لروسيا. ان واحد الشخص يقول لك يعطي لروسيا عربون والعربون بحال 20 شي ملايه وغير. وهذا راه سي تامك. الناس من كيشوفوا المندوب العام لاداره السجون كيتبورد على الولايات المتحده الامريكيه في الملف ديال الصحراء في ذاك الموقف من الامم المتحده وخرج بلاغ في وكاله المغرب العربي للانباء، من كيشوفوا ان المندوب الرئيس ديالو هو رئيس حكومه سعد الدين العثماني، وسعد الدين العثماني عنده فريق ديال البي جي دي، وكيجي المندوب وكيتبورد على البي جي دي الفريق ديالو، شنو ممكن يفهموا؟ ملي كيشوفوه كيتبورد على 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 سيده زوجها مكلوب، يجاوب خلود، يجاوب امم المتحده، يجاوب البي جي دي، يتبورد على صديق ديال الملك محمد السادس، كان صديق ديالو منصف المرزوقي رئيس سابق ديال دوله شقيقه، عطى غير موقف وخرج كيشقمو، اذا شقم رئيس الدوله وشقم صديق ديال الملك وشقم امم المتحده والزوجه والبي جي دي والمدير العام ديال موراسيون بلا حدود، واللي هضر يرعف سجان. وهذا الشيء واش هذا امر عادي؟ شكون المبدع هذه العمليه؟ شكون ساكت على هذه العمليه؟ هذا امر في غايه الخطوره. وكنختم هذه الحلقه هذه مع سي والي بنك المغرب. والي بنك المغرب اللي معك نقول له غير ثلاثه د الحوايج سي عبد الطيب الجوهري. انا ما غاديش ندخل في هذا النقاش ديال لان هنا كاين صراع اجندات ديال سي اخنوش ودي ضد اخنوش والبي جي دي براسو راه ما عارفش باش هذا الخرجه اللي داير ضد كاين واحد اللعب كبير. يجي الوقت ملي نجمعوا المعطيات غادي نقول لكم هذا الصراع اللي كاين ضد سي اخنوش واللي مشاركه فيه اطراف ومشاركه فيه واحد السيده ومشارك فيه هذه معطيات مهم مؤخرا عاد جمعناها مازال ما وقع ماشي تبرئه سي اخنوش ابدا غير كاين واحد اللعب كبير واحد اللعب كبير حنا كنحاولوا نجمعوا هذه المعطيات. انا كنقول لواحد كنقول لسي هاد يعني سي عبد الجوهري ثلاثه الحوايج بخصوص هذه الخرجه ديالو ثلاثه. السؤال الاول ملي كنا كنهضروا على الاحزاب وكنهضروا الناس فين كنتي؟ علاش ما عمرك ما عطيتي شي موقف؟ لماذا الان؟ دابا الاحزاب سالات قاسم الداني كيعرف ما بقات عندها حتى شي قيمه. عندي لك السؤال الثاني سي عبد اللطيف الجواهري بخصوص هذه الخرجه ديالك الاخرى. واش علاش ما تقلبش الاحزاب سهله نقولوا معطوبه وسوقها قهوه وما خداماش واي حنا معاك فيها وما فيها ما يتشاف وكتستحق نعيوها ونقولوا اكثر من داك الشيء اللي قلتيه. ولكن لك انت مثقف ورجل يعني قريب من الاداره وكتحلل حنا محتاجين نعرفوا علاش الاحزاب وصلت لهذ الحاله شكون اللي وصلها؟ شكون اللي وصلها؟ يعني الدور ديال السلطه الدور ديال المواطنين الدور ديال الاعضاء اللي فيها. انا كنتبنى الفكره ديال الاحزاب هي نتاج ديال عوامل متعدده ماشي المخزن فقط اللي ضعفها المخزن وضعفتها ضعفت راسها براسها والاعضاء اللي فيها وانتهازيه اللي وسطها والديمقراطيه اللي وسطها والمواطن المغربي حتى هو مسؤول على الواقع ديال الاحزاب حتى هو ما كيراسش الاحزاب الجاده والمسؤوله وبعض بعضهم ما كنقولش مواطن كامل وكيمشي يبيع راسو 4000 ريال ما تقوليش واخا يكون عنده وعي على قد الحال شريك والا تعاد الله ما يتحاسبش لك هالمقاريش وحقا راه ما كيعرفش حقا ظروف كذا الانسان مسؤول. اذا الاحزاب كان عليك السي عبد اللطيف الجوهري تكون موضوعي ماشي تقول لنا الاحزاب سوق خاوي وكبات لا ما الذي اوصل الى هذه الحاله بغينا تحليل ديالك كنا نستافدوا منه. وبقات لي نقطه اخرى السي عبد اللطيف الجوهري ونختم معك دابا بان لك على الاحزاب وهضر على التامك دابا قول له واش عنده الحق يلعب هذا الدور يجاوب هذا الاداء الاداري. وانا مأكد السي عبد اللطيف الجواهري والله تمأكد انك غير راضي على هذا الشيء اللي كيدير التامك. ولكن السؤال واش عندك الشجاعه تهضر في التامك؟ واش عندك الشجاعه؟ انا عاد سؤال كيما بان لك الحزبي وهضر على المنتخب هضر على المعين المسؤوليه ديال التامك هذا الشيء اللي كيديره المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي كيديره بعض المتابعات في القضاء اعطينا بعض الولاة بعض العمال هضرنا على احزاب سوق خاوي ولكن اعطينا شي المسؤولين كذلك الا كنتي غتخرج تهضر اما تخرج تهضر غير في الاحزاب بوحدها هي اللي مسؤول على هذا فهاد الخرجه هذه غير موفقه. كنشكركم الزوار ديال الموقع وكنختم معكم بهذا الخبر السار الذي بلغ الى علمي. ففرحت بزاف على ان زوجه صديقنا وحبيبنا الشهيد يعني الواجب الوطني السي الحبيب هراس الذي قتل غدرا من طرف واحد اليد المهم السيد بجوج مشاو عبد الله ما نقولوش فيه شي كلمه العيب راه مشى بحالاته اللي قتلوا بلغ الى علمه بانه جمعيه ديال التكافل الاجتماعي اللي تابع المندوبيه العامه لاداره السجون بغيت نحييهم بلغ الى علمي من طرف مصادر يعني تاكدت بانه قالوا لمرت الحبيب تاخذي واحد الدار ب 25 مليون شوفي الدار فيما كانت حنا نخلصوها لك هذا عمل ديال الناس شرفاء هذا عمل الناس المخلصين هذا عمل المغاربه هذا عمل الوطنيين هذا عمل الانبياء هذا عمل الناس الرائعين فتحيه لكم وكنحييكم هذا عمل كيخلينا نتيقوا وما نفقدوش الامل وكيزيد وكذلك تينسف واحد الفكره اللي عند البعض مع كامل الاسف ان السجان او الموظف هو ذاك الشخص اللي كيعذب وكيضرب ولا شيء ولا
هذه الفكره مع كامل الاسف ترسخت واحد الصوره نمطيه. كاين موظفين السجون كما سبق قلت لكم الله عمرهم الدار، كاين مسؤولين وسط اداره السجون، كاين مدراء مركزيين الله عمرهم الدار، وكاين بعض الناس خايبين كما جميع القطاعات وحنا كنهضروا عليهم. كاين بعض الموظفين الحمد لله على قلتهم، فهذه الخطوه ديال الشراء للدار ب 25 مليون فرائعه، وسمعت بانهم عطاو حتى واحد البركه ديال الفلوس، بركه ديال الفلوس يعني ليها. فكنحيي هذه الخطوه لهذ العباد الله، اشد على ايديكم الساده الموظفين بحراره، وتحيه لكم، هذا هو اللي كيعيد الثقه، وهذا هو يعني المعدن ديال المغاربه الاحرار. الله يرحم السي الحبيب مره اخرى، وتحيه دائما كنقولها للموظفين السجون المساكن، كنعرف الظروف اللي كيخدموا فيها وعدد من المسؤولين، وماشي غير موظفين المغاربه، كاين بعض المدراء ما مزيانش، وكاين مدراء سجون الله عمرهم الدار قسما بالله اللي كيخدموا مساكنهم كرفسين، وبعض رؤساء المعاقل وبعض المدراء المركزيين. نتمنى هذا الشيء هذا يعني ديال هذا الشيء ديال سليمان يوقف، لانه اصبح ما بقاش عنده حتى شي معنى. الشيء ديال سليمان فيه واحد الغنان ما بعده غنان، على الغنان دابا شباك. انا شنو نقول لكم، راه وصلت لي واحد شريط فيديو ديال واحد السيد مثلي، وحشمت احترام القضاء الى راه لا يقبله عقل داك الميتليش كيقول واش شي راه غادي وكيدور البلاد. فماشي باش نجاوبوا على شي حاجه ولا كذا نعصفوا البلاد، هاد البلاد راه قدموا فيها الناس الدم، وقدموا فيها الناس تضحيه الجسام، رجاء نحافظوا على البلاد. راه كاين بعض المسؤولين المغاربه وقسما بالله الشعب المغربي، لكن مسؤولين والله ما كتعرفوهم، كتعرفوهم ولكن كتصحاب لكم ما عندهم حتى شي يد في هادشي اللي كيوقع. بعض المسؤولين، نعاود لكم روايه وغنختم بها. تصور واحد شنو قال لي، قال لي كنت مسؤول في واحد الوقت، مسؤول كبير، قال لي المسؤول ديالي كبير كبير بزاف. دابا هذا السيد قال لي غادي تلاقيتو سلمت عليه، قال لي شنو قال له، قال له هذاك المسؤول الكبير، قال لذاك المسؤول السفير، قال له ديالك مشاو مع الاخرين. قال لي ضربني الضو، كيفاش السي فلان هاد الهضره لا تليق بك دي. قال له ديالك مشاو مع الاخرين، يعني مشاو مع البوليزاريو ومع الجزائر. كيفاش ديالي انا مغربي ولا الاخرين؟ اش ما تصور السيد قال لي ضربني الضو، قلت له السي فلان اش هاد الهضره هادي الله يجازيك بخير كيفاش؟ وغيقول له ذاك السيد، قال له انا وياك والزمان طويل، شي هاد الناس اللي قال له والله لن يغيروا موقفهم من المغرب ومن الصحراء. قال له نعطيك من عشي ودارت الايام والله ما عمرهم بدلوا الموقف وحقروا وغير شويه زبزفوا، انا عطيتكم هذه عامور خاص، وهذا المسؤول والله المغاربه لا تشير له لا اصابع الصحافه ولا اصابع الحقوقيين ولا اصابع السياسيين، والله العلي العظيم يا ما كيتذكر بالسوء. وبالمناسبه علاش قال له هذه القضيه هذا السيد، قال له ديالك ودار تقرير وزوز فعلي؟ فقط لانه في واحد الوزاره كان هذاك السيد، كان الاخر كان هو الرئيس، الاخر كان تحته من دارت الايام، الاخر ولا اكبر منه. شوفوا الانتقام كيفاش كيكون، وعدد من المغاربه وطنيين تم الانتقام منهم، عدد من المغاربه رائعين بخبراتهم وكفاءاتهم تم الابعاد ديالهم، فقط لانه كيجي شي مسؤول عنده حسابات نفسيه ولا شي مصالح ولا كيتقرب من دوائر القرار بزاف وكيبدا يغصب في الدوله وفي مصالحها، وحنا كنا كندفعوا الثمن. كنشكركم الزوار ديال الموقع، والى اللقاء.